الأستاذ الدكتور خالد عبد المنعم جد الله، أستاذ الذكورة والعقم وجراحة الجهاز التناسلي، البورد الأمريكي في الطب الجنسي، دبلوم التخصص الأوروبي في الطب الجنسي، زميل مركز الذكورة والجنس والمسالك سانت ماريو كار أسبانيا. خدمات المركز: وحدة تشخيص أمراض الذكورة والضعف الجنسي، وحدة تشخيص وعلاج تأخر الإنجاب، وحدة تشخيص أمراض الذكورة، وحدة تشخيص أمراض البروستاتا، وحدة علاج أمراض الذكورة، وحدة علاج تليف العضو الذكري، وحدة الجراحات التجميلية والتعويضية، وحدة الجراحات الميكروسكوبية، وحدة المناظير، وحدة الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وحدة جراحات المسالك عند الأطفال. الحياة بمفهوم جديد. القاهرة 10 شارع حب الدين، حي السفارات، مدينة نصر، القاهرة. دسوق 27 شارع عبد العال، دمنهور، شارع عرابي. www.facebook.com/mankilinic. مان كلينيك، مان كلينيك، مركز صحة الرجل. الحياة بمفهوم جديد. ورجعنا لكم بعد الفاصل بنتكلم مع كل والد وكل أم، الناس الكبار اللي عايزين يفهموا لو أولادهم عندهم مشاكل في الإنجاب، بنفهمهم السائل المنوي بمنتهى البساطة يقروه إزاي. وصلنا إلى إن الإنتاج العدد كويس، الحركة كويسة، الأشكال المشوهة نسبتها كويسة، يبقى في حاجات بين السطور بنقراها زي أمهات الخلايا زادت نسبتها قوي، ده معناه إن الخصية شغالة تحت ضغط. نحط في بالنا في حاجات مهمة جدا جدا بتعمل لي مشكلة في انتاج الحيوان المنوي. ابص الاقي العدد كويس وكل الارقام كويسة وما فيش انجاب. في اسباب شهيرة قوي، زي ايه؟ نمرة واحد واثنين وثلاثة لحد عشرة، التدخين احد اهم الاسباب اللي بتؤدي إلى انخفاض كفاءة الخصية في إنتاج حيوانات منوية قادرة على التخصيب. المشروبات بقى التانية، مشروبات الكحولية نفس الكلام، الالتهابات اللي ممكن تكون حاصلة في المجرى وده الطبيب بيقوم بتشخيصها، لو حصل معنا التهابات في مجرى البول، لو حصل معنا آلام بعد القصف، لو حصل معنا إحساس إن إحنا القصف مش مستريحين أثناء نزوله، نروح لدكتور متخصص ونبدأ نسأل. برضو من ضمن الأسباب اختلال في الهرمونات اللي هو إدارة المصنع اللي احنا اتكلمنا عليها، والدوالي برضو من أحد الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى ذلك. وبعد كده بيجي سبب مهم جدا جدا جدا، يمكن يصل لأربعين في المية من الحالات. إيه هو السبب ده؟ ما في سبب، مش معروف. 60% بس بنبقى عارفين السبب، 40% مش عارفين السبب، ولكن هناك كسل شديد في الانتاج، في مشكلة في الانتاج، في مشكلة في المصنع، ايه السبب مش عارفين. في تحاليل اخرى بنقدر نقوم بيها. عند اختلال تحليل السائل المنوي بيلزمنا عمل بعض التحاليل والفحوصات. خلينا نقول ان في شروط علشان السائل المنوي ده، علشان نعمل سائل منوي بشكل كويس في شروط. الشرط الاول ان يكون اخد مرض جماع مرة عليها بعد 48 ساعة، يعني من اليوم الثالث لليوم السابع. ده كلام مهم. الكمية كلها تكون نزلت في الكوباية. كلام مهم تاني، لا يكتفي بتحليل واحد، لابد ان انا اعمل اكتر من تحليل او اشوف اكتر من تحليل كطبيب، ما ينفعش تحليل واحد ان انا اشخص من خلاله، لا يصح. ده كلام مهم. لا يجوز استخدام اي حاجة اي شيء اثناء احضار العينة، لا يجوز، حتى لو الريق لا يجوز، المية لا تجوز. لو انا هاخد العينة من البيت مثلا ووديها المعمل، الوقت بين خروج العينة من الجسم لحين وصولها للمعمل لا يزيد عن 30 دقيقة. ولما امسك الكوباية ما امسكهاش بايدي كده، احطها في جيبي وما امسكهاش علشان ما وصلش درجة الحرارة الاعلى من 30 من اعلى من 24 درجة مئوية. الشروط دي مهمة جدا جدا علشان نقدر نفهم السائل المنوي بشكل صح، بشكل كويس،
لأن السائل المنوي هو حجر الزاوية في تشخيص الرجل الذي يعاني من تأخر الإنجاب. خلينا نقول تأخر الإنجاب، بلاش تقول العقم. عايزين نقول حاجة، إن تأخر الإنجاب ده المفترض إن احنا بنتكلم فيه بعد مرور سنة زواج كاملة، سنة زواج كاملة مع علاقة جنسية منتظمة. حصل طول السنة علاقة جنسية منتظمة وتواجد كامل ولم يحدث إنجاب، هنا بنبدأ نفحص. بس عايزين نقول برضو إن نسبة حدوث الحمل لزوج طبيعي وزوجة طبيعية لا تزيد عن 25%، يعني مش كل واحد هيعاشر زوجته هيحصل منها إنجاب، وده كلام مهم. الأسئلة بقى كتير جدا، يا دكتور ده أنا بقالي سنة متجوز وزوجتي حتى ما حملتش. طيب سعادتك موجود طول السنة؟ لا ده أنا بسافر وبرجع خميس وجمعة. ما هي مشكلة، لأن النهاردة فرص الحمل بتحصل في خلال يوم واحد فقط. اليوم واحد فقط احنا بنتكلم عليه هناخد يومين قبليه ويومين بعديه. يعني احنا لو افترضنا مثلا ان الدورة بتحصل، دورة الزوجة بتحصل في 28 يوم، لو احنا جينا من اليوم الاولاني للدورة وحسبنا بنحسب 14 يوم، ده يوم التبويض، والبويضة بتقعد يومين يبقى من 14 ل 16، والحيوان بيقعد يومين يعني من 12 ل 16. يعني احنا النهاردة بنتكلم من اليوم ال 12 لليوم الستاشر هي المدة اللي المفترض يبقى الزوج فيها متواجد مع زوجته. يعني يجي الزوج هنا ويتواجد في المدة دي خلاص؟ لا مش خلاص. اي مكنة في الدنيا، اي جهاز في الدنيا لما بيشتغل شوية ويقف كتير ما بيبقاش درجة الاجادة زي ما بيشتغل بشكل منتظم. سبحان الله، الخصية لو اشتغلت بشكل كويس هبص الاقي ان انتاجها اصبح كويس. عشان كده لما بيجيني عازب ولاقي فيه ضعف بسيط في الحيوان المنوي بقول له معلش هنصبر للزواج، لان مع الزواج ممكن جدا يتحسن الحيوان وتبقى امورك تمام، ما نحتاجش اي حاجه. يجي الزوج يقول لي طيب ده دكتور النساء بيقول ان في الفتره دي لابد اجامع كل يوم. ده كلام غير صحيح، لان الحيوان المنوي النهارده انا عايز منه حاجتين، عايز عدد وعايز كفاءه، عايز خصوبه، عايز اجاده. واتفقنا ان لابد ان انا احصل على يوم واحد 24 ساعه على الاقل بيحصل فيها الحيوان المنوي على درجه الاجاده بتاعته، يوم واحد. يعني اذا لابد في الفتره دي لما يحصل جماع يحصل يوم بعد يوم. طب لو نزلت البويضه في اليوم اللي ما حصلش فيه جماع، هي انا بتنتظر الى اليوم اللي بعديه فيابل، صحية فايقة منتظرة ارادة الله، عند مجيء الحيوان المنوي لها في المكان المخصص يحصل الالتقاء والاخصاء. ما تقلقش، حتى لو نزلت البويضة النهاردة وحصل الجماع بكرة واراد الله بيحصل الاخصاء، هي منتظرة 24 ساعة 48 ساعة. الجماع لو زاد عن 3 ايام بيبدأ، لو احنا بطلنا جماع وفصلناه زيادة عن 3 ايام بيبدأ الحيوان المنوي اللي طالع بقى حيوان عجوز، عامل زي المية اللي واقفة، بتتغير شكلها وبتتغير ريحتها وطعمها كل حاجة، انما المية اللي سارية اللي بتجري النهر اللي شغال لا، بيبقى افضل واكثر خصوبة واكثر تركيزا واكثر تأثيرا في الاحداث الوظيفة اللي ربنا خلقها فيها او خلقها عشانها. عشان كده اسمع من الناس يقول ايه، احنا عايشين مع بعض بس ما بيحصلش الجماع الا في فترة التبويض. طيب ليه؟ اهو بقى عشان الخلفة، وكأن حياتنا اصبحت متوقفة فقط لاحداث الخلفة. احنا مش عايشين الا عشان نخلف، ده رزق يا جماعة، رزق يا ناس، رزق. الرزق ده حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيعطي لمن يشاء ويهب لمن يشاء ويمنع من يشاء. فما نمشيش الحياة كده، احنا مطالبين بالإعمار في الأرض، نشتغل وننتج ونعيش حياتنا بشكل صح وبشكل كويس. مهم هذا الكلام. ثم أنا النهاردة لما أوقف الجماع طول الشهر وأجي فقط وقت
ما بيحصل التبويض، لا هي هتبقى هرموناتها متظبطه وجاهزه لاستقبال، والجدار الرحم بتاعها جاهز لاستقبال الجنين، ولا انت كراجل هيكون حيوانك المنوي شاب، ده العكس هيكون حيوان منوي كبير في السن وعجوز عامل زي الشيخ، فما هوش قادر لا يشيل ولا يحط ولا قادر يعمل اي حاجة. دايما نصيحتي عيش حياتنا زي ما احنا وبالشكل اللي احنا عايزينه والخلفة بايد الله سبحانه وتعالى، ما احسبهاش، ما امسكش ورقة وقلم، ما ينفعش. لا، في بداية حلقاتنا النهاردة حاولنا ان احنا ناخد الامور ببساطة شديدة نفهم الناس ونوعيها، واحنا النهاردة بنبدأ حلقات جديدة بنسأل دكتور خالد حلقات الأمل اللي إن شاء الله هنفتح باب أمل لكل اللي قاعد قدامنا، ونوعدكم بمعلومات جديدة وناخد مع بعض كل حلقة بإذن الله معلومة جديدة عن هذا الموضوع. دمتم بألف خير وصحة وسعادة، ورزق الله سبحانه وتعالى كل اللي جالس قدامي وبيتمناها الولد والبنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مان كلينيك، مركز الأستاذ الدكتور خالد عبد المنعم جد الله. مان كلينيك، مركز صحة الرجل، الحياة بمفهوم جديد.